في ناس كتير بتبقى عايزه تشغل جهاز الدي في ار على شاشه ومتبقاش الشاشه موجوده. فالنهارده هوريكم طريقه ازاي تشغله على تليفون الموبايل مباشر من كابل الاتش دي ام اي. هتجيب كابل اتش دي ام اي وتخرجه من الجهاز الدي في ار، وبعد كده هنجيب القطعه دي. القطعه دي بنقدر نشتريها من امازون مصر او من نون او من علي اكسبريس من الصين، احنا اشتريناها من الصين. القطعه دي بتعمل في حدود 150 جنيه. لو حبيت تشتروها ان شاء الله هسيب لكم اللينكات في وصف الفيديو. وهنبدا برده نجيب قطعه او تي جي. ده هنا بندخل الكابل الاتش دي ام اي، وهنا يو اس بي بنقدر نستخدمه على جهاز الكمبيوتر او على الموبايل. بعد كده نركب القطعه في الاو تي جي زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نجيب اي تليفون نبدا نركب الاو تي جي في التليفون، هتبقى بالشكل دوت. هنبدا نركب كابل الاتش دي ام اي وهنبدا ننزل ابلكيشن اللي هوريه لحضراتكم. ده شكل التوصيل الكامل، التليفون بعد كده الاو تي جي بعد كده قطعه الاتش دي ام اي فيديو كابتشر، وده الكابل الاتش دي ام اي اللي طالع من الريسيفر او من الجهاز الدي في ار او الان في ار. يعني احنا هيبقى معانا القطعه دي دايما موجوده، ونقدر نجيب الاو تي جي ده بسلك بحيث تبقى الكابل مرن معانا. اهلا بيكم مره ثانيه، احنا كده على التليفون الموبايل. يا ريت تضغطوا لايك للفيديو واشتركوا القناه عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هنفتح متجر جوجل بلاي، هنكتب يو اس بي كاميرا، بعد كده نضغط بحث، هنختار اول ايقونه هو ده شكل البرنامج يو اس بي كاميرا، بعد كده نضغط تثبيت، ننتظر لحظات هينتهي معانا تثبيت البرنامج، بعد كده هنضغط فتح. زي ما حضراتكم شايفين هو كده شاف معانا ال HDMI كابتشر، طالب ان احنا نضغط السماح للتطبيق باستخدام ال USB، فهنضغط علامة صح على الاستخدام بشكل افتراضي، بعد كده نضغط موافق، نضغط موافق مرة تانية، برضو موافق، بعد كده السماح للتطبيق بالتقاط الصور تصوير الفيديوهات عشان خاطر يسجل لنا الصور والفيديوهات على الجهاز التليفون، نضغط سماح. زي ما حضراتكم شايفين كده جهاز الدي في ار شغال معانا على الابليكيشن. نقدر نفتح القايمه عادي، نستخدم اي حاجه في جهاز الدي في ار، مفيش اي ديلي مفيش اي تاخير. وطبعا لو جهاز ريسيفر نفس الموضوع، زي ما حضراتكم شايفين كل الكاميرات تمام. ولو لفينا التليفون بالعرض هيشتغل معانا على كبير، ونقدر نكبر اكبر من كده بان احنا نعمل ستريتش للصوره. وبكده يبقى احنا خلصنا فيديو النهارده، وعرفناكم ازاي تشغلوا جهاز الدي في ار او الان في ار على التليفون مباشره بدون شاشه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك واشتركوا بالقناه عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.